السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم يتعلق بقياس الأطوال مضاعفات المتر وأجزاؤه. سبق وتطرقنا في الحصة السابقة، درسنا الكيلو الجرام أجزاؤه ومضاعفاته. إذا اليوم لدينا المتر وأجزاؤه، هي دروس متشابهة. إذا نفس طريقة كما أنجزنا تمارين قياس الكتل، اليوم سنجز قياس الأطوال. إذا سنستعين بالجدول. لدينا جدول قياس الأطوال، لدينا مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر. إذا مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر هي أجزاء المتر. لدينا المتر، المتر هي الوحدة الأساسية لقياس الأطوال. لدينا ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. إذا ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر هي مضاعفات المتر. لقياس الأطوال، ديكامتر، هكتومتر، كيلومتر هي مضاعفات المتر. إذا لدينا جدول قياس الأطوال مثل جدول قياس الكتل. بالنسبة للكتل نكتب هنا ميليغرام، سنتيغرام، ديسيغرام. هنا الكتلة الوحدة الأساسية للكتل هي الغرام. مضاعفات ديكاغرام، هكتوغرام، كيلوغرام. نفس جدول قياس الكتل. اليوم لدينا قياس الأطوال. إذا مثال بالنسبة نعطي أمثلة. التمرين الأول، حول إلى الوحدة المطلوبة. إذا لكي نحول وحدة إلى وحدة أخرى لابد أن نستعين بجدول قياس الكتل. إذا نأخذ مثال الأول، لدينا 1 كيلوغرام. 1 كيلوغرام كما أقول دائما أكتب الرقم في الوحدة المطلوبة. لدينا 1 كيلوغرام، إذا أكتب 1 في وحدة كيلوغرام. أحوله إلى هكتومتر، عفوا كيلومتر، أحوله إلى هكتومتر. إذا لكي أحول وحدة إلى وحدة أخرى أضيف الأصفار. جيد. إذا أبحث عن هكتومتر وأضيف الصفر. إذا 1 كيلومتر كم تساوي من هكتومتر؟ تساوي 10 هكتومتر. إذا أكتب 10. الآن لدينا 1 كيلومتر أحولها إلى الديكامتر. إذا أبحث عن الكيلومتر وأضيف الأصفار إلى أن أصل إلى الديكامتر. إذا 1 كيلومتر كم تساوي من الديكامتر؟ تساوي 100. واحد متر أحولها إلى سنتيمتر.
إذن 1 متر أحولها إلى سنتيمتر، أضيف الأصغر إلى أن أصل إلى وحدة سنتيمتر. إذن كم تساوي؟ 100. جيد. الآن لدينا 1 متر أحولها إلى ميلي متر. 1 متر أحولها إلى ميلي متر، أضيف الأصغر إلى أن أصل إلى ميلي متر. إذن كم تساوي 1 متر؟ كم تساوي ميلي متر؟ تساوي 1000. إذن لابد أن تحفظ هذه القاعدة. 1 كيلومتر تساوي 10 هكتومتر تساوي 100 ديكامتر تساوي 1000 متر. 1 متر تساوي 10 ديسيمتر تساوي 100 سنتيمتر تساوي 1000 ميليمتر. إذا لابد أن تحفظ هذه القاعدة. الآن لدينا 4 كيلومتر. 4 كيلومتر نضيف 4 في جدول التحويلات. إذا أكتب 4 في كيلومتر أحولها إلى المتر. ماذا تقول القاعدة؟ تقول بأن 1 كيلومتر كم تساوي من متر؟ تساوي 1000. إذا 4 كيلومتر كم تساوي من متر؟ تساوي 4000. لنتأكد. إذا أكتب 4 كيلومتر وأضيف الأصفار إلى أن أصل إلى المتر. إذا 400 هكتومتر، 400 ديكامتر، و4000 متر. إذا جواب صحيح. إذا 4 كيلومتر تساوي 4000 متر. الآن ننظر إلى مثال الآخر. لدينا 63 سنتيمتر. ما هو العدد أو الرقم الذي سأكتب في وحدة سنتيمتر؟ هو رقم 3. إذا رقم الوحدات، 3 هي رقم الوحدات، أكتب 3 في الوحدة سنتيمتر. 3 و6 تكتب في ديسيمتر وتقرأ 63 سنتيمتر. دائما أقرأ من رقم الوحدات ويكتب رقم الوحدات في الوحدة المطلوبة. 63 سنتيمتر أحولها إلى ديسيمتر سنتيمتر. ديسيمتر كم تساوي؟ 63 تساوي ديسيمتر تساوي 6. نعم 6. ديسيمتر هو 3 سنتيمتر. إذا 63 سنتيمتر يعني دلالة تفكيك. 63 سنتيمتر هي 6 ديسيمتر و3 سنتيمتر. الآن لدينا 18 ديكامتر، نحولها إلى ديسيمتر. يوجد فرق ما بين الديكامتر والديسيمتر. الديكامتر هي من مضاعفات المتر. لاحظوا هنا لدينا أ ديكامتر تقرأ دي، تقرأ ديسيمتر. ديسيمتر هي من أجزاء المتر. ديكامتر هي من مضاعفات المتر. إذا أكتب 18 في الديكامتر. ما هو الرقم الذي سأكتب في وحدة الديكامتر؟ جيد. إذا 8 هو رقم الذي يكتب في وحدة الديكامتر. 18 ديكامتر تقرأ أحولها إلى ديسيمتر. إذا أضيف الأصفار إلى أن أصل إلى الديسيمتر. إذا 18 تساوي 180 متر، لازلت المسافة إلى الديسيمتر. إذا 1800 ديسيمتر. إذا 18 ديكامتر تساوي 1800 ديسيمتر. إذا كما أقول دائما، لكي أحول وحدة إلى وحدة أخرى أضيف الأصفار. الآن نمر إلى تمرين آخر، تمرين يتعلق بالترتيب. مثال ثاني يتعلق بالترتيب.
ترتيب الأطوال من الأصغر إلى الأكبر أو العكس من الأكبر إلى الأصغر. إذا كما تلاحظون طلبت منكم رتب الأطوال التالية من الأصغر إلى الأكبر. لدينا 7 هكتومتر، 36 ديسيمتر، 4 كيلومتر، 28 متر، 94 ديسيمتر، و 800 سنتيمتر. إذا في الترتيب العادي أكتب أصغر رقم يعني بدون وحدات، أرتب عادي أصغر رقم أكتبه. إذا أصغر رقم لدينا 4 7 28، ولكن عندما يكون لدينا وحدة يجب علينا أن نحول الوحدات التالية إلى أصغر وحدة. أصغر وحدة لدينا هنا هي لدينا هكتومتر، ديسيمتر، كيلومتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر. أصغر وحدة هي جيد هي سنتيمتر. إذا يجب علي أن أحول جميع الأطوال إلى وحدة سنتيمتر لتسهيل الترتيب أكثر. واضح؟ قبل الترتيب يجب علينا دائما أن نستعين بجدول قياس الأطوال. إذا أحول 7 هكتومتر أحولها إلى وحدة سنتيمتر. 7 هكتومتر أضيف الأصغر إلى أن أصل إلى سنتيمتر. إذا 7 هكتومتر تساوي 70,000 سنتيمتر. 36 ديسيمتر. إذا ماذا أكتب في وحدة ديسيمتر؟ 6.3. جيد، إذا أكتب 6.6 هي رقم الوحدات. أحولها إلى سنتيمتر. إذا 36 ديسيمتر تساوي 360 سنتيمتر. 4 كيلومتر. أكتب 4 كيلومتر. أحولها إلى سنتيمتر. أضيف الأصغر إلى أن أصل إلى سنتيمتر. إذا تساوي 400,000 سنتيمتر. لدينا 28 متر. أكتب دائما رقم وحدات في وحدة أحولها إلى سنتيمتر. أضيف الأصغر إلى أن أصل إلى سنتيمتر. 94 ديسيمتر. أكتب رقم 4 في وحدة الديسيمتر و 9 في متر. هي 94 ديسيمتر أحولها إلى سنتيمتر أضيف متر. لدينا 800 سنتيمتر. أكتب 800 سنتيمتر.
360 سنتيمتر حولناها لكي نسهل الترتيب. إذا 360 سنتيمتر هي 36 ديسيمتر، إذا 36 ديسيمتر هي الأصغر، الرمز الذي نضعه الرمز الأصغر بطبيعة الحال. نشطب على 360 سنتيمتر لكي لا نكتبه مرة أخرى. الآن بقي لدينا 940 سنتيمتر، 80 سنتيمتر، 9 8 رقم مئات. إذا من الأصغر 8 أم 9؟ إذا 8، أكتب 800 سنتيمتر. 800 سنتيمتر هي أصغر في سنتيمتر. إذا أشطب على 800 سنتيمتر. بقيت لدينا 940 سنتيمتر هي 94 ديسيمتر. أعيد، لا نكتب الجواب الذي يوجد في الجدول، نكتب الجواب العدد المطلوب في التمرين. إذا نشطب على 940. الآن بقيت لدينا عدد يتكون من 5 أرقام، عدد يتكون من 6 أرقام، وعدد يتكون من 4 أرقام. إذا من الأصغر؟ جيد، إذا العدد الذي يتكون من 4 أرقام 2800 سنتيمتر. 2800 سنتيمتر هي، جيد، هي 28 متر. نشطب على 2800. الآن بقي لدينا عدد يتكون من 5 أرقام وعدد يتكون من 6 أرقام، من الأصغر؟ نعم، العدد الذي يتكون من وهو 7 هبتو متر. وفي الأخير أكبر عدد هو 4 كيلومتر. إذا والآن رتبنا من الأصغر إلى الأكبر، والعكس صحيح إذا كان إذا طلبوا مني أن أرتبها من الأكبر إلى الأصغر، العكس صحيح. إذا 4 كيلومتر هي الأكبر، 7 هكتومتر، 8 في الترتيب. دائما نستعين بجدول قياس الأطوال، إذا سواء الترتيب سواء المقارنة سواء في التحويلات، دائما نستعين بجدول قياس الأطوال، هو الذي يتكون من أجزاء المتر، مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، والوحدة الأساسية هي المتر، ومضاعفات المتر هي الديكامتر، هكتومتر، كيلومتر. إذا الجدول قياس الأطوال يتكون من سبع وحدات. إذا نفس الطريقة نعمل بها قياس الأطوال، أيضا نعمل بها قياس الكتل. والآن أتمنى أن يكون شرح بسيط، تعرفنا على الترتيب، تعرفنا على قياس وحدة قياس الأطوال، تعرفنا كيف نحول من وحدة إلى وحدة. أتمنى أن يكون التمارين واضحة، وإلى اللقاء.